فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا رأت المرأة الدم بعد 50 سنة فهل يكون دم حيض؟ الجمهور لا، بعد 50 لا حيض، اعتبر هذا نزيف، دم فساد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.